السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي القناة. من الآخر الخلاصة، طيب اللي شاف الماتش الأهلي وبيراميدز كده يرفع إيده عشان نعدهم، لأن الصراحة ماتش الأهلي وبيراميدز انتهى 0-0، تعادل إيجابي، تعادل إيجابي إيه؟ التعادل السلبي 0-0، زي المباراة ما كانت سلبية كده. بس الصراحة بيراميدز كان هاجم كتير والأهلي كان بيدافع كتير، يعني من ساعة ما اطرد منه واحد هو بيدافع. عمرو السولية اطرد من الأهلي في الدقيقة 43، وطبعا ضربة جزاء ضيعها محمد مجدي قفشة في الدقيقة 6 من الوقت الضايع في الشوط الأول، وشوية تغييرات حلوين كده المدرب كان بيجرب بيهم كده الأهلي، يعني بما فيهم 2 بدلاء كده، كان شادي رضوان وبدر مختار، دول 2 أصلا من الشباب جايين من تحت كده بيجربوا المدرب، بس إن شاء الله يبقوا فيهم الخير. يعني عامة انتهت المباراة اللي كل الناس كانت مستنيينها، انتهت ايه، نتيجة سلبية 0-0. الأهلي في المركز الأول بعد هذه المباراة هيفضل في المركز الأول معروفة برصيد 86 نقطة، وهو خلاص فاز بالدوري خلاص. الزمالك في المركز الثاني ب 65 نقطة، شيل منه 3 نقط يبقى ب 62 نقطة، وبيراميدز هو اللي في المركز الثاني ب 64 نقطة. ما علينا، الموضوع ده هنحسبه في الآخر، لسه الزمالك فاضل له جولتين وبيراميدز فاضل له جولة واحدة، ساعتها هنشوف مين اللي هيبقى مركز ثاني ويتأهل لدوري الأبطال، ومين اللي هيبقى مركز ثالث ويتأهل للكونفدرالية. حاليا خلينا بالترتيب اللي قدامنا ده، الزمالك في مركز ثاني ب 65 نقطة، وبيراميدز في مركز ثالث ب 64 نقطة، المقاولين العرب في مركز رابع ب 53 نقطة، سموحة في مركز الخامس ب 47 نقطة، انبي في المركز السادس ب 45 نقطة، مصر المقاصة في مركز سابع ب 40 نقطة، الاتحاد السكندري في مركز ثامن ب 39 نقطة، المصري البورسعيدي في مركز تاسع ب 39 نقطة، الاسماعيلي في مركز العاشر ب 38 نقطة، طلائع الجيش في مركز الحادي عشر ب 38 نقطة، أسوان في المركز الثاني عشر ب 37 نقطة، الإنتاج الحربي في المركز الثالث عشر ب 37 نقطة، وادي دجلة في المركز الرابع عشر ب 35 نقطة، الجونة في المركز الخامس عشر ب 34 نقطة، حرس الحدود في المركز السادس عشر ب 30 نقطة، نادي مصر في المركز السابع عشر ب 21 نقطة، وطنطا في المركز الثامن عشر ب 19 نقطة. طيب لو جينا بصينا كده على الجدول من ناحية الموقع التاني ده، طبعا البطل خلاص الأهلي عذرا، وكذلك هو بطل الدوري زي ما قلنا وتأهل لدوري الأبطال. الزمالك هيتخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم. نيجي بقى لتحت كده في مركز 17 نادي مصر، وخلاص هبط إلى دور الدرجة التانية، مفيش فايدة، يعني 21 حتى لو كسبت المباراتين اللي فاضل لك، يعني نقول فاضل له 3 مباريات كمان، ده 31 نقطة أساسا، لعبت 31 نقطة فاضل 3 مباريات، يوم ما يلعبهم هيجيب كام؟ يعني 30 نقطة برضو، يعني مش هيجيبهم أعتقد، حتى لو جابهم أعتقد فرق الأهداف سالب 33 سالب 10، مش هيلحق. طنطا خلاص هبط زي ما قلنا، هبط قبل نادي مصر اساسا الى الدرجه الثانيه زي ما قلنا. كمان خلينا نرجع تاني بقى زي ما قلنا ترتيب الهدافين بقى، انا عارف ان الفيديو طول وممكن ما تعملش لايك الفيديو اساسا، ولكن اعذرني، يعني كلها جولتين وتخلص مني خالص. في المركز الاول عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في المركز الاول ب 17 هدف، المركز الثاني محمد شريف لاعب انبي ب 12 هدف، ووالتر بوليا لاعب الجونه، في المركز الثالث سيف الدين الجزيره لاعب مقاولين العرب ب 11 هدف، المركز الرابع لمحمود علاء لاعب الزمالك ب 10 اهداف، وحسام حسن لاعب سموحه ب 9 اهداف في المركز الخامس، ومعه مصطفى محمد لاعب الزمالك، وجون انطوي لاعب بيراميدز، وفي المركز السادس وليد سليمان لاعب الاهلي ب 8 اهداف، المركز السابع مروان محسن لاعب الاهلي ب 7 اهداف، وعمر السوليه لاعب الاهلي، وعمر الحلواني لاعب حرس الحدود، واحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش، ومحمد سالم لاعب المقاولين العرب، وميدو جابر لاعب مصر المقاصه، وجونر اجاي لاعب الاهلي، ورزاق سيسي لاعب الاتحاد السكندري، ورفيق كابو لاعب وادي دجله. المركز الثامن من نصيب احمد رفعت لاعب الاتحاد السكندري ب6 اهداف. تمام الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه، اعتذر لو كان الفيديو رخم ولا حاجه في اوله ولا في اخره، انا عارف ان انا رخم، معلش عذر، يعني استحملوني. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو من جمله الرخامه، فعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو، ونراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.